فضيلة الشيخ، بالنسبة للإجازة الصيفية، حبذا لو دللتمونا على بعض كتب التفسير تنصحون بقراءتها وتكون خالية من الإسرائيليات والموضوعات، وما تعليقكم على تفسير الجلالين من حيث الإسرائيليات وبعض الملاحظات، جزاكم الله. تريد أن تقرأها العامة ولا لنفسك؟ ولا لنفسها للشباب؟ ولا لنفسك؟ للشباب، نعم. أنا أرى أن من خير التفاسير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله على ما فيه من بعض الآيات التي يختصر فيها اختصارا مخلا أو ربما يطويها ولا يتكلم عليها، لكن هذا قليل، إنما فيه فوائد ما تكاد تجدها في غيره، فهو صالح لطالب العلم. والشيء والنقص الذي فيه يمكن للإنسان أن يتلافى بمراجعة تفسير ابن كثير أو غيره كفتح القدير للشوكاني، وإن كان فيه ما فيه لكنه طيب. لا، الذي يصل العوام تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد، لأنه ما فيه إسرائيليات ولا أسانيد ولا شيء أبدا. نعم. هم على الجلالين من حيث الجلالين لطالب العلم جيد، لأنه بالحقيقة زبدة، وكما تعلم أنه يتمشى في مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة، فلا يوثق به بل يرد قوله، لكن في غير ذلك جيد جدا، سبك للقرآن وتنبيهه في كلمات وجيزة على أمور تخفى على من يطالعهم من أهل العلم. فإذا اجتمع الفتوحات الإلهية وهو ما يعرف بحاجة الجمل مع الجلالين كان طيبا. نعم.